السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ معكم طه أو جيم كرافت، واليوم جاكم معي لعبة ديد سكاي، لعبة زومبي حلوة لا بأس فيها. حجمها مقدر عالي، حجمها 694 ميجا بايت، يعني أول شيء طبعا فوق التحميل تجيك ملفات وتفك الضغط عنها زي العادة. طبعا فوق الضغط يجيك ملفات، لازم يكون عندك برنامج دايما تولز. ما عندك برنامج دايما تولز، تسوي شرح تحميل البرنامج موجود في القناة، تسوي تشغيل. اوكي، تسوي ستوب ميوزك لأنه جدا مزعجة الموسيقى. تسوي نكست، تضبط مكان، تدي في ماي جيم. اوكي نكست، ايوه نكست، وانستول. خلص تحميل وارجع لكم. اوكي رجعنا لكم، بعد ما خلص تحميل سوي فينش وفي تراك. لحظة برجع. اوكي رجعنا لكم، كأنه ما حد دخل علي، معليش والله. في عندنا تراك هنا ننسفه، روح مكان كبير. بس بدال. اوكي بس هذه اللعبة اتمنى بس انكم تدعموني يا شباب، يعني اقل اشتراك 10 مشتركين ما يهم، لايك اي شيء سووه بالحياة. يعني هي الان قرابة ما ادري كم، اقل مشترك واحد يجيني بس. والله ما عندي اي شيء بصراحة، جالس اتعب والله، اتعب بشكل يعني جدا جدا جالس اتعب. المهم انا ان شاء الله مستمر، ما راح اوقف. مو زي الكومنتري، مو زي الكومنتري، في ناس تشتغل تجار شهرين. ان شاء الله ما حوقف، ان شاء الله ان شاء الله ما حوقف. وبس، هذا اللايك والاشتراك.